السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة كوابالاتي شيوات، معكم لطيفة الرحماني. اليوم سأقدم لكم رغايف في الفرن بحشوة جد لذيذة ورائعة، وكيجيو جد مقرمشين. خبز الشاورما، ستجدون رابط الوصفة في صندوق الوصف. أتمنى أن ينالوا إعجابكم، وهادو غادي ينفعكم بزاف في شهر رمضان، لا يدخلوا علينا بالصحة والهنا وطولة العمر. ونمر إلى المقادير. بسم الله على بركة الله. سنحتاج إلى الحشوة، كيف كتشوفوا أنا هنا وجدتها في المقلاة ديريكت حيت بغيت نختصر الوقت. جوج بصلات مقطعين، فلفلة حمراء مقطعة، فلفلة خضراء مقطعة، 300 غرام ديال الكفتة، يمكن لكم تعوضوها بالدجاج، جوج فصوص من الثوم مهروسة، قليل من الملح، قليل من الزيت. العطرية سنحتاج إلى قليل من الخرقوم، قليل من الزنجبيل، قليل من الكمون، قليل من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الهريسة اختياري، وملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة. أعتذر عن وضعها مع المكونات. سنحتاج أيضا إلى الشعرية اللي غادي نديروها في الماء السخون باش ترطب، الجبن كريمي، كيف كتلاحظوا أنا هنا عندي فيلادلفيا، غادي نستعمل فيلادلفيا، يمكن لك تستعملي أي جبن كريمي لدهن الخبز. هنا غادي ندير خبز الشاورما، ستجدون رابط الوصفة في صندوق الوصف، يمكن لك تشريه، يمكن لك تصاوبه في الدار اللي حبيتي. سنحتاج أيضا إلى الفخوماج كاري اللي كنديرو به الساندويتش. ونمر إلى طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بعد ما كتشوفوا البنات هنايا تحرات لي الكفتة مع الفلفل الأخضر والأحمر والبصلة، زدت عليها لاصوص طوماط مصبره، معلقه كبيره ومعلقه صغيره ديال الهريسه، وجوج معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مقطعين. وهنايا زدت حتى الشعريه قطعتها، ودابا غادي نخلطهم كاملين ونخليهم واحد 5 ديال الدقائق. ومن بعد ها هي الحشوه ديالي واجده، نخليها تبرد شويه ونمر باش نوريكم كيفاش غادي نشكلوا المسمنات ديالنا بخبز الشاورما. بعد ما الحشوه ديالنا وجدات وبردات، غادي ندوزو باش نشكلو المسمنات ديالنا. غادي ندهن دهنه خفيفه كيف قلت لكم، غير من هنا مع جوانب هكا بهذه الطريقه، بالجبن كريمي او مايونيز اللي متوفر عندكم. نوضعه في الوسط مربع الجبن ديال الساندويتش، وغادي ندوزو نديرو حشوة ديالنا كيف كتلاحظوا فوق الجبن هكا بهذه الطريقة. كتروا شوية باش يجيكم المسمن ديالكم معمر وزوين. وغادي نطويو بهذا الشكل هذا اللي غادي يجينا مربع مصاوب ومزيان بهذا الشكل هذا. مقاد كيف كتلاحظوا معايا هنايا. ندوزو ندير وحده اخرى معكم، ندهنوا فقط الجوانب هكذا بواحد الملعقه او بالاصابع. نديروا المربع ديالنا، الحشوة في الوسط
قدوها باش يجينا المربع ديالنا مصاوب مزيان هكذا. ودابا غادي نطويو باش نعطيوها الشكل ديال مسمنة صغيرة. صراحة كيجيو دادين وساهلين كيحمروا الوجه. بعد ما ساليت جميع الخبز ديال الشاورما ها هما كيف كتشوفوا، دهنت صيني بالزبدة ماشي دايبة، ودابا غادي ندهنهم بالزبدة ماشي دايبة، غير كنغطي الشيطة في الزبدة نورمال بحرارة المطبخ وكندهنهم، وغادي ندخلهم الفران حتى كيتحمروا مزيان وغادي يتنفخوا، ومن بعد ملي نخرجهم غادي نوريهم لكم، وغادي نزينهم بواحد شويه ديال الفرماج بعد ما نخرجهم من الفران ماشي دابا. غادي نستمر هكذا حتى النهايه، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي يجيو. وهنا كيف كتشوفوا بعد ما خرجتهم من الفران ها هما منفوخين ومقرمشين، غادي نديرو فوقهم شويه ديال الفرماج غابي، جبن مبشور عفوا بحال هكا، وغادي نرجعهم واحد المينوت غير باش يذوب هذاك الفرماج وصافي. وها هما البنات الرغيفات ديالنا واجدين قرمشين وجد رائعين ولدات وسهلين التحضير، وغادي نوريكم هنا فاش فتحتهم كيفاش كيجيو. ها نتوما حاجة رائعة رائعة، وكيجيو مقرمشين ما كيبانش بلي درتوهم بالخبز ديال الشاورما، بحال الا درناهم بالعجين المورق كيجيو مقرمشين ولداد. اتمنى ان تنال الوصفة اعجابكم وان تجربوها. لا تنسوا تتبع القناة والاشتراك بتفعيل الجرس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.